شاركت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مؤتمر البث الفضائي الدولي IBC في التكنولوجيا في العاصمة الهولندية أمستردام بجلسة نقاشية حول تجربة الشركة ودورها في تطوير ودعم الإعلام المصري والعربي بصفتها أحد أكبر التكتلات الإعلامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعقدت المتحدة للخدمات الإعلامية شراكة إعلامية مع المؤتمر الذي يعد أحد أهم الفعاليات العالمية في مجال البث التلفزيوني والتكنولوجيا الخاصة بها، ويشارك به آلاف المتخصصين والإعلاميين والقيادات الكبرى لوسائل الإعلام ووكالات الأنباء. من جانبه قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة عمرو الفقي إن الشركة استطاعت منذ إنشائها أن تتبنى نموذجا اقتصاديا مستداما يستطيع أن يوفر للإعلام كل الإمكانات التكنولوجية.